السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي محمد جايتي وقناة بروغرامين ويد جايتي. إن شاء الله بإذن الله اليوم غادي نتعرفوا على الدورة التي تم إكمالها الخاصة بإنشاء تطبيق باستعمال ميرن ستاك، وهو التطبيق اللي كيخليك أنك تعلم كيف تكري أن سيستام دوتنتيفيكاسيون سوليد فول ستاك بيان سور، يعني باك اند اي فرونت اند، وبالدارجه المغربيه يعني غادي تتعلم با ا با وما تلقاش مشكله يعني في اللونجاج باش تفهم يعني كيفاش تمانيبيولي ان سيستيم سوليد وتستعمل بليزيور فريم ورك. دونك هاد الدوره هادي موجهه للناس المتوسطين، يعني ليس المبتدئين، متوسطين، لانها فيها دي كونسيبت يعني بلوز افونسي ان بتي بو، وغادي نشوفوا اشنو كاين في هاد الدوره. دونك تو سامبلومون il suffit انكم تمشيو لميغا كودين بوانت اتشيبل بوانت كوم. دونك غتلقاو فيها لي كور اللي كاينين حاليا، هما ابخوندر جافا سكريبت، يعني هادو دي نوت دو جافا سكريبت الخاصين بالناس اللي كيديفلوبي في لي زونتربريز، مبتدئين وبيان المتوسطين. وهاد الدوره فري، وكاينه الدوره ديال الالغوريتميك الخاصه بالمبتدئين، وكاين دابا عندنا الدورة اللي كملات الخاصة بالكرياسيون ديال سيستيم دوتنتيفيكاسيون افيك الميرن ستاك بالدارجة المغربية. الو غادي نمشيو للدورة ديالنا. دونك تو سامبلومون كتعطيكم هاد لاباج هادي. الو بويلد لوجين اوت اب وذ ميرن ستاك باك اند اي رياكت ريدوكس ان دارجة. دونك غنكريو واحد المينيمال فول ستاك اب وذ يوزر اوتنتيكيشن فيا باسبور اند جي دبليو تي اس، دونك جيسون ويب توكنز. الوغ شنو عندنا في لابليكاسيون ديالنا؟ دونك تو سامبلومون غنكريو ريجستر لوغين ولاكسيون بروتيكتد دي باج، يعني تو سامبلومون غنديرو لا بروتيكسيون ديال لي روت ديالنا سيرتو على الداشبورد. اوسي غادي نديرو يعني ستاي، يعني تو سامبلومون الا كنتي ديجا لوغد غتبقى لوغد، واخا نديرو ريفريش للبيج واللوغ اوت. دونك لا بارتي الاولى غتكون لا بارتي اللي فيها الباك اند. دونك تو سامبلومون غنديرو انيسياليزاسيون اور باك اند يوزين ام بي ام اند انستال necessary packages و set up MongoDB database using MLab ou bien juste Mongo Atlas. Donc set up a server with Node.js and Express, create a database schema to define a user for registration and login purposes, set up two API routes, register and login using Passport plus JSON Web Tokens for authentication and validator for input validation. Après, on a test our API routes using Postman. Donc, tout simplement, on va trouver la partie ici, c'est-à-dire on va trouver sur YouTube free. Donc, la partie 2, on a set up our front-end using React React App. Donc, c'est-à-dire la vidéo, on va trouver tout simplement sur YouTube. On a créé static component for our navbar, landing, login and register pages. C'est la dernière chose qu'on a sur YouTube. And set up Redux for global state management and link Redux to our component and display errors from our backend in our React forms. Create protected routes pages only certain users can access based on their authentication. Keep a user logged when they refresh or leave the page, in other words until they either log out or the JSON web tokens expires. Donc tout simplement هاد لا بارتي من setup Redux حتى لهاد لا بارتي الاخرى غتكون يعني مدفوعه ومعها لي فيديو بريسيدونت، لانها فيها quelque chose avancé، يعني فيها بزاف ديال لي تيرمينولوجي وفيها خدمه بزاف، يعني لي فيديو يعني شويه avancé. تو سامبلومون هاد لا بارتي هي المهمه، وما نساوش لا بارتي الاولى ديال الباك اند راه حتى هي مهمه، وغتلقاو يعني 15 فيديو سور يوتيوب فري، ولا بغا يشري الدوره ديالنا راه غادي يلقاها سور ميغا كودين. دونك شنو هو لو كونتوني دو كور؟ دونك تو سامبلومون سي بارتي الاولى هي الباك اند. دونك شحال فيها من فيديو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، دونك 10 ديال الفيديوهات في الباك اند. عندنا لا بارتي فرونت اند، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، دونك 9 ديال الفيديوهات في البارتي الفرونت اند. بقات لا بارتي لينكين ريدوكس ويد رياكت كومبوننت، هذه لا بارتي يعني افونسي. دونك وقفنا حنا حتى اللوجين اوت لوكين اوت باردون كومبوننت لوجين في اليوتيوب، اي هاد لا بارتي من سيتن اب اور ستور حتى لاخر ايتاب اللي هي لاست ستيب فيريفيكيشن تيست،
اللي غادي نتيستيو فيها يعني تو سامبلومون لابليكاسيون ديالنا ونشوفو. دونك هنا نقدروا نديرو بريفيو، دونك الا بغينا نشوفو يعني الدورة ديالنا واش مفيدة او لا، ورا ربما عندكم يعني لي فيديو في اليوتيوب تقدروا تشوفو الدورة تو سامبلومون. دونك هنا غادي يطلعوا لكم يعني لي فيديو ديالنا. دونك فوالا، دونك تو سامبلومون تقدر تحيد الصوت وتشوف لا فيديو. دونك هادو هما الريزولتا اللي وصلنا ليها. دونك فوالا نكرييو يعني لوغين انسي دو سويت. دونك تو سامبلومون تقدر تتبع معنا الدوره، مفيده جدا لكيفاش تكري ان سيستيم دوثنتيفيكاسيون سوليد. دونك غنجيو دابا لثمن الدوره. دونك ثمن الدوره هو 45 دولار امريكي طبعا. دونك الدوره هذه موجهه كيف قلت للناس الانترميديير اللي كي ديفلوبيو افيك الميرن ستاك. دونك الدوره هذه مفيده جدا لتعلم يعني جميع لي فوندامونتو ديال كرياسيون ديال ان سيستيم دوثنتيفيكاسيون سوليد باستعمال الفرونت اند بالرياكت اند الباك اند بالنود جي اس. دونك تو سامبلومون الا بغيتي تشري هاد الدوره غتلقاها جوست وحصريا على ميغا كودين، واي واحد يعني دخل يشري هاد الدوره نقدر نعطيه لو كود سورس ويمانيبوليه كيف بغا. دونك كاين دورات اخرى اللي هي جافا سكريبت فري اي ابروندغ لاغوريتميك اوسي بثمن مناسب. دونك نتلاقاو ان شاء الله باذن الله في دورات قادمه، وغادي تكون واحد الدوره حصريه على ميغا كودين خاصه بالجافا سكريبت اللي غادي تكون فول. نتلاقاو ان شاء الله باذن الله في دورات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.